يقول السائل: رجل معتمر طاف بالبيت 7 أشواط ولم يستطع السعي بين الصفا والمروة، فماذا عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. ما تمت عمرته، باق عليه السعي، فيذهب يسعى. الطواف أداه، باق عليه السعي، يذهب ويسعى ويجد فرصة إن شاء الله، يجد فرصة في المسعى. الناس يسعون، ما امتنعوا من السعي، فاسع معهم الحمد لله وكمل عمرتك. نعم.